مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج التاسعة سبور في متابعة لمختلف وآخر تطورات الرياضية على الساحة الوطنية. ونركز الآن على الوطنية باعتبار الأحداث متسارعة وعديد الملفات العالقة لابد أن نتحدث عنها في حلقة. نتمنى ونرجو أن تنال رضاكم واستحسانكم، أكيد سنلتزم الحياد في كل المواضيع وسنطرح كل التساؤلات والإشكاليات وكل المواضيع اللي تخام الرأي العام الرياضي وخاصة جماهير الشابة المظلومة من قرار التجميد اللي تاخذه المكتب الجامعي. سنتحدث أيضا عن عديد المواضيع الأخرى خاصة في علاقة بانتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وموقف الاتحاد التونسي من ترشح أو من نية ترشح طارق بوشماوي العضو بالاتحاد الأفريقي لمنصب رئاسة الكاف، واللي وجهنا له الدعوة في الأسبوع الفارط للحضور ليس في شكل مناظرة تقليدية، ولكن حبينا كل رجل يتحدث عن إنجازاته، عن خياراته، عن توجهاته، عن قراراته وعن ربما برمجته المستقبلية في علاقة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليحكم الجمهور لهذا أو لذاك بخصوص القرارات التي قد تتخذ في هذا الموضوع. ستحدث أيضا عن التطورات الأخيرة في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وحديث خاص مع النيابة العمومية وإيقاف 15 مشتبه فيه في عملية تدليس وتجاوزات وفساد وتلاعب بالمال العام. عديد المواضيع، نتمنى دائما أن نكون عند حسن الظن. ننطلق مع البداية ونرحب بالسيد ودير جرير رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم على الاستضافة. إن شاء الله الحضور هذا يعطي الناس عديد الحقائق وعديد التوضيحات، وإن شاء الله باش يفسخ عديد الإشاعات والمؤاخذات اللي هي مش في بلاصتها، وفي الآخر من كل هو الرأي العام هو اللي باش يحكم على اللي باش نقوله صحيح ولا غلط. وأنا نتمنى أني في الحصة هذه نتسأل ألف سؤال. اللي هو على كل حال احنا نتمنى معناها تلمو عندي تقريبا مدة حتى عدد المكالمات فات 600 في النهار، يعني تقريبا منهم ديما يتعاودوا نفس السؤالات، تم مشاغل تشترك فيها كل الأعباء تقريبا. إن شاء الله الإنسان يكون عند حسن ظن المشاهدين باش يسمع باش حقائق وله الحكم في الأخير. أكيد نتمنى أن تكون لك رحابة الصدر لتقبل كل الأسئلة والانتقادات والملاحظات، خاصة في علاقة بموضوع هلال الشاب. احنا كان الموضوع الرئيسي متاعنا طارق بوشماوي، وقلنا الخلاف الخفي بين بوشماوي والجري، لكن اليوم أعتقد الموضوع الكبير والحساس اللي تحكي عليه تونس الكل وتنتظر فينا شنو باش نحكي وشنو باش تعلق وشنو باش تفسر لهذا القرار اللي كان صادم. وأنا صراحة نتألم أنه فريق كيما هلال الشاب عدى موسم ممتاز جدا، عدى موسم استثنائي، قدم كرة غير عادية في أول موسم ليه في الرابطة المحترفة الأولى، وصل الدور نصف النهائي ضد الترجي الرياضي، تمركز في مرتبة مشرفة جدا رغم الإمكانيات ما نقولوش الكبيرة مقارنة بكبار القوم إن صح التعبير، مع هذا حقق موسم استثنائي. اليوم فما شكون يقول أن وديع الجري ولا دولة وسط الدولة، فما شكون يقول أن وديع الجري ولا طموحاته أكثر من رئاسة الاتحاد نتاع كرة القدم، يطمح لرئاسة الحكومة ثم ينوي على كرسي كارتاج. برشا أسئلة حارقة، سنحاول أن نطرح كل هذه التساؤلات بحضور سمير السليمي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. مرحبا بك عادل، مرحبا بحضور السادة المشاهدين. أيضا ناصر بدوي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بك عادل. مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المشاهدين. السيد صادق قحبيش النائب بمجلس النواب، اهلا وسهلا بك. ونحب نقول انه سي صادق معناها بعد الحاح كبير ان طلبت منه يحضر، حاول يعتذر، لكن قلنا حضوره اساسي اليوم باعتبار انه حتى الساسه ما نقولش ركبوا على الحدث، لكن تفاعلوا مع الحدث ومع الاحداث اللي ولات تهم الشان العام والامن القومي ان صح التعبير، خاصه في ظل ما يحدث الان من تطورات في الشابة. رياضيين احنا عادة بالأساس. أول حاجة بالأساس هي مسائل معناها تجاوزت خلينا نقولوا الكادر معناها سبورتيف، وهيك علاش معناها في آخر المطاف معناها قبلت باش نحضر بعد عام ونص من الاحتجاب، على خاطر عندي يعني اليوم ماهيش مش برنامج رياضي، معناها الكوندكتور نتاعو سياسي أكثر منه رياضي، وبالتالي
نتصور اللي باش نحاولوا نفهموا عديد الحقائق اللي عندها علاقه بالراي العام وبالشارع خاصه معناها في علاقه بالشابه وبوشماوي وجماهير النجم وكل شيء. ان شاء الله نلقاو الحلول اليوم ونلقاو الاجابات الكافيه والشافيه، الاجابات خاصه الشافيه والضافيه لاقناع الراي العام الرياضي اللي صراحه في حاله غليان بعد القرارات الاخيره للجامعه التونسيه لكره القدم. ايضا سعيد بالترحيب بوتصل لحيش، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك عادل، مرحبا بالحضور، مرحبا بالسادة المشاهدين. قبل ما نبداو نحكيو لابد ان نعديو اول فيتير بخصوص التطورات والاحداث، كيفاش كانت بيانات عقوبات علاقات متصدعه وقرار اشعل النار. فؤاد بوفتح ووليد الرياحي في هذا التقرير. افريل 2019، هلال الشاب يحقق حلم اجيال وجهه كامل ويحتفل لاول مره في تاريخه بالصعود للرابطه المحترفه الاولى. الف الف مبروك مره اخرى لفريق هلال الشاب صعود الى الرابطه المحترفه الاولى. في أول تجربة لي في البطولة، الهلال ينهي الموسم كأحسن ما يكون، مرتبة ثامنة في الترتيب ودور نصف نهائي في كأس تونس. 17 أكتوبر الفرق، الهلال ليس له مكان ضمن الكبار وقرارات من المكتب الجامعي بتعليق نشاط الفريق. صدمة خلت أحباء ومسيري هلال الشابة يستفيقوا من حلم جميل على كابوس مريح. هي حلقة أخيرة من صراع ثم شكون يعتبرها منتظرة وثم شكون يشوف فيها انتقامية، لكن علاش كل هذا وعلاش وصلت العلاقة إلى هذا الحد؟ نرجع بكم إلى أيامات قليلة بعد الصعود. هلال الشابة يعتذر عن إجراء المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية، وجات العقوبات ب20,000 دينار من الرابطة واعتبرت الفريق منسحب. ومن وقت ابدت التدوينات الفيسبوكيه وتواصلت حتى لتاريخ قريب، وكانت العلاقه الصداميه تقتصر على الهلال والرابطه خاصه في رئيسها محمد العربي. الخلافات تتطور وتصبح اكثر تعقيد بين رئيس الهلال توفيق المكشر ورئيس الجامعه التونسيه لكره القدم وديع الجري. رئيس الهلال يرى انه الخلافات بدات منذ اعلان تاسيس اتحاد رؤساء الجمعيات واللي لاقى حسب رايه معارضه من رئيس الجامعه باش تتطور بعد هالامور، ويطالب رئيس الشابه بالتدقيق في حسابات الجامعه التونسيه لكره القدم. وخذت العلاقه منحى اخر وتوترت بين الزوز اطراف، ورغم محاولات التهدئه في زوز مناسبات والحديث عن هدنه رجعت الامور الى عادتها. تدوينات فيسبوكية وتصريحات خلت الرابطة في كل مرة صلت عقوبات حسب الفصل 52، وهو ما اعتبروه مسؤولي هلال الشابة غير قانوني. تأجيل مقابلة هلال الشابة وسليمان وتغيير مكانها لملعب المنزة زاد في الطين بلة، والأمور تعقدت أكثر. وبلاغ جديد من إدارة هلال الشابة واحتجاجات، وبعدها تجي عقوبات يتم فيها إيقاف نشاط رئيس النادي لمدة 3 شهور، وتم الالتجاء للقضاء العدلي وعقوبات جديدة، حيث أن قانون الجامعة يرفض رفضا قطعيا الذهاب للقضاء المدني وتجاوز الهياكل القضائية صلب الجامعة. وقفت احتجاجية وتصدى أكثر للعلاقة، وجات عقوبات جديدة بإيقاف رئيس النادي والكاتب العام لمدة 2 مليون خطية، وحذف 6 نقاط من رصيد الفريق في الموسم القادم. وكالعادة يأتي بيان جديد من هلال الشابة على الصفحة الرسمية. كل هذا جاء بعد مراسلة من الجامعة التونسية بتاريخ 7 أكتوبر الماضي ترفض فيها جدولة الديون المتعلقة بالخطايا التأديبية واللي قيمتها قرابة 200,000 دينار، وأعطت مهلة ب5 أيام لهيئة الهلال من أجل خلاص الديون لاستكمال ملف الانخراط للموسم الرياضي 2020-2021 باش ينتهي الصراع بقرار تعليق النشاط ووسط دهشة من الجميع. فهل سنرى حلقات جديدة من هذا المسلسل أم أنها الحلقة الأخيرة في صراع دام لأكثر من عام؟
إذن من خلال هذا التقرير رجعنا شوية إلى الوراء بخصوص العلاقة المتوترة بين الرابطة وهلال الشابة، ثم بين هلال الشابة والرابطة والاتحاد التونسي لكرة قدم. نبدأ معك سمير السليمي في متابعة لهذا الموضوع. أشدنا كثيرا بالمستوى اللي ظهر به هلال الشابة هذا الموسم، مستوى ممتاز جدا. اليوم بقرار جامعي غريب جدا، لقى روحه مجمد، فما برشا تساؤلات على مصير الفريق، على مصير جمعية عمرها 60 سنة، على مصير شبان، على مصير لاعبين، على مصير إطار فني، وعلى مصير جماهير وجهة ككل. صحيح عادل، وانا نقاسمك تقريبا نفس الاستغراب واستغراب الشارع الرياضي كل بصفة عامة. الكلنا صدمنا تقريبا بهذا القرار، ولا ما كناش نتسناو في قرار من نوع هذايا اللي كان صادم وقوي نوعا ما. كنا نتبعوا في هلال الشابة من خلال مباريات الكرة، كنا أشدنا بالمستوى الكبير اللي قدم فيه على المستوى الرياضي. قلنا كذلك أنه فريق هلال الشابة هي فريق مهيكل بطريقة منظمة وبطريقة احترافية، وأشدنا بالفريق وما يقدمه في طيلة الموسم الرياضي. صراحة أنا بعيد على الأمور القانونية، ونحب نختصر الموضوع في ربما من ناحية أخرى، ناحية أنه الشابة الفريق اللي الطموح اللي عنده رغبة أنه يتألق وأن يواصل التألق هذايا، الفريق هذايا ولو أنه معناه ما نحبش نغوص أنا في الأمور القانونية، ومن بعد سيد رئيس الجامعة يتكلم في الموضوع هذايا، ولكن أنا كرياضي، أنا كإنسان معناه نحب كرة القدم ومغرم كثيرا بما قدمه فريق هلال الشابة من مستوى كبير. تراشي سي وديع أنه هل العقوبات كانت سريعة وقوية في نفس الوقت؟ لذلك علاش الشارع الرياضي صدم صراحة؟ كنا نشوفوا في بعض ربما العقوبات المالية، وقلنا ذي شيء طبيعي شيء عادي ربما، ولكن لما توصل لتجميد نشاط فتصبح الأمور نوعا ما خطيرة. وهلال الشابة فريق يمثل الضاحية متاعه، ولكن كذلك يمثل كل فريق صغير يقول علاش ما نخوش مع منوال سليمان ومنوال الشابة ونتألق ونخدم وكذا ونوصل المستوى هذا. هذاك علاش نوع من الاستغراب ونوع ربما من الغضب في الشارع الرياضي التونسي. هذاك علاش نحبوا بعيدا ربما الأمور القانونية أهل الاختصاص يتكلموا فيها، ولكن رياضيا إنسانيا فريق هلال الشابة صراحة يستحق منا ربما طريقة أخرى في التعامل. لا يستحقوا هذا المصير طبعا، نوافقك على طول. منتصر الوحيش كيف كيف والله فرد رياكسيون مع تري سوربري بالقرار نتاع الجامعه الشابه. الموسم هذا صحيح معناها رياضيا نحكيو سبورتيفمون عملوا تري بون سيزون، الموسم اللي تعدى كيف كيف كملوا الاولانيين في المجموعه نتاعهم في الرابطه الثانيه. من بعد كما قال سمير انا مش مؤهل معناها باش نحكي الجوانب القانونيه وعلاش وكيفاش، ما نتصورش قرار كيما هكا ولو انه قرار بلغتنا احنا كاسح برش، ما نتصورش قرار كيما هكا ما فيهش ان سيبور جوريديك، معناها صعيب شويه تصور من الناحيه القانونيه. فما شنو خلى القرار هذا يتاخذ من بعد بتيتر بارابور للجهه للجمعيه، خاطر حتى كان فما حاجات صاروا من مسؤولين، ولا فما ما طبقوش قوانين، ولا فما لو كلوب يفا سوبيغ لي كونسيكونس، معناها اليوم الهلال الرياضي بالشابة اللي يفا سوبيغ لي كونسيكونس والمستقبل كيفاش باش يكون. علاش خلطنا لهنا؟ علاش اليوم القرارات هذوما صاروا؟ اسكو ما كناش نجموا ما نخلطوش الوضعيه هذيا؟ ناس من الطرفين تتدخل باش تهدى الامور شويه باش ما نخلطوش اللي خلطنا له اليوم. المستقبل نتاع هلال الشابه معناها كان باش يتجمد الموسم الجاي وذولي قانونين يعاود يرجع في الهوات، معناها ما يعاودش يرجع كومبليتمون في الهوات. دونك مصير فريق كامل ان شاء الله. الناس اللي ما تندمش اللي كانت عندهم فرصه بوتيتر باش يصلحوا الوضع باش ما نخلطوش اليوم الوضعيه اللي خلطت لها فريق هلال الشابه، وان شاء الله في المستقبل بالكش فما حلول اخرى. السيد النائب طبعا لك الكلمه في انطباع على الطائر بخصوص هذه القرارات اللي اتخذها المكتب الجامعي. والله هو الحقيقه مسلسل بدون نهايه، كنا معناها نتبعوا فيه منذ اكثر من 15 شهر كما كنتوا تحكيوا، والناس كلها على علم انه المشادات هذه خلينا نقول مشادات كلاميه عن بعد ولا عن قرب بدات منذ مباراه البراج الشهيره ورفض الشابه لخوضها. وحبيت معناها
نعطي الانطباع العام للناس كل في الوسط الرياضي، تعرفوا حتى في الوسط السياسي الناس كل مولعة بالرياضة ومشى في بالها اللي هي تشبه، فما فيلم شهير معروف اسمه ان جور سان فان، معناها كل يوم يتعاود نفس البرنامج، اني نحس روحي مظلوم، نشتكي ظلم، انت تعاقبني، اني ندون، انت تزيد تعاقبني، اني نزيد ندون، انت تزيد تخطيني، وهكذا دواليك. دونك الشارع الرياضي جينيرالمون معناها والعباد نبض الشارع والعباد يتبع في الكوره كانت عندها سيت امبريسيون لا. لين قلنا باش يجي نهار وباش نلقى معناها تيران دونتونت ما بين الشابه وما بين الرابطه والجامعه، ولكن ما راعنا لكونه صار تصعيد. الحقيقه القرار هو بمثابه مذبحه كرويه. مذبحه كرويه دون لا مزور اللي كونه اليوم الجامعه بهذا القرار تقضي بصفه قطعيه على فريق وامال فريق وجهه في التالق بعد ما كان هو بمثابه مثال التحدي والنجاح والطموح والمثابره وكنا نشيد به عاملتين. فريق يحقق 4 اكسيسيون في 5 سنين، عنده معناها ميريت صحيح سبورتيف، خرج شويه على الموضوع بور نو با دير فهمتني زاد خرج برشا على الموضوع، لكن ما وصلش الى حد الفصل 29 و31. بون مستانس في البلاتوات الكل، نبدا يعني اكثر واحد مجند بالدوسيات، لكن تبارك الله سي وديع اليوم عنده ترسانه من الدوسيات، واني ما نشكش اللي قانونيا وما نشكش اللي ادبيا سي وديع ينجم يزلق في الامور هذه، لكن باش نخاطبوا بروح القانون، باش نخاطبوا انسانيا، وباش نخاطبوا رياضيا، وباش نخاطبوا اجتماعيا واقتصاديا. ما نجموش اليوم في الوضع المحتقن اللي تعيشه بلادنا، ما نجموش نتعداو مره الكرام على ازاله فريق وجهه كامله من الخارطه الكرويه بتعلت انه ما خلصش 180 الف دينار اللي هو ديجا طلب الجدول نتاعها، ولكن نعرفوا اللي المشاكل اليوم تتعدى الكادر نتاع هلال الشابه وهي مشاكل شخصيه بالاساس، ونسميه الامور معناها بمسمياتها. السيد توفيق المكشر والسيد الكاتب العام هما في مشادات كلاميه مع الرابطه من الاول وبعد مع الجامعه وصلنا لما وصلنا له اليوم. نجموا نجمدوا توفيق المكشر من نشاط الرياضه، نجموا نعملوا قرارات ثوريه بزوموا فيزافي دي بيرسون، اما باش نقضيوا على كلوب كامل ونشوفوا التعليات من بعد والقرار والفصل 29 تجميد الجمعيه يعني ان اكتيفيتي توتال اندوي الفصل 31 اللي هو لا ديسوليسيون وترجع الهوات. دونك اليوم اسكو سي وديع سي بريزون اللي هو كان داير مرشح لرئاسه الحكومه سياسي محنك تبارك الله، اسكو معناها دون سو كاد فيغور هذا بريسي لوجو لا ريكونسيلياسيون بجميع الطرق كي تسكو نلقاو حل معناها حل وسط والناس الكل معناها طيح شويه وفريق كما هلال الشابه وجهه كما جهه الساحل، يعني نايب على تونس كامله راه مانيش نايب على الساحل مش نايب على سوسه باش نبداو متفاهمين، لكن نعطيك في نبض الشارع في الساحل يحس روحه مستهدف، قال لك النجم الرياضي الساحلي اليوم ريان كوجوردوي ضامن مع هلال الشابه، اليوم هبط له الكوميونيكي نتاعو، ما تخلصش الديون نتاعك اليوم 6 مليارات فيزافي من الفيفا ومن الكاف بلوتو ما تلعبش كاس الكاف. وبالتالي فما شويه معناها تالم، فما شويه حصول معناها هيك احساس بالظلم يخلي نبض الشارع ويخلي الجماهير ويخلي القاسي والداني نساء تحكي اليوم، صغار تحكي، ولدي يحكي معايا بكري قال لي با شنو حكايه الشابه في السكوله يحكيهم مش فاهمين معناها. معناها الكرة نحب ولا نكره كانت ولا تزال متنفس اليوم المجتمع التونسي، وماذا بينا شوية من التريث، وجو نو دوت با اللي كونه اليوم الشابة باش يقول لي سي وديع من بعد، وجو كوني توت لي ريبونس نعرفهم الكل خاطر بارك الله معناها نعرفه فهمني متضلع في الأمور هذه، لكن ندعوه إلى إزالة معناها المشاكل الشخصية ويغزر القدام ويحاول كيفاش اليوم هلال الشابه ما تتمحاش من الخريطه الكرويه وجهه كامله، ورينا الاعتصام اليوم اللي صار، رينا كيفاش المجلس البلدي الكل استقال، رينا اتحاد الشغل، رينا الجمعيات الرياضيه اللي في الجهه الكل معناها قاعده تتضامن معاه، ولو انه برشا عديد جمعيات الاخرى لقات روحها في سيتواسيون تري فافورابل كانت تحت الانقاض باش ترجع اليوم تلعب باراج، اي سي توت افي نورمال بور هو فهمني يقول لك جاتني اون اوكازيون اونور باش نعاود نرجع للحياه الرياضيه اونتر بارونتيز. حسب رايي المتواضع لا هلال الشابه ولا جهه الساحل ولا النجم الساحلي سي وديع ولا الكره التونسيه مستحقه للقرار هذا في الوقت هذا بالذات.
واضح طبعا رايك سي صادق قحبيش. ناصر البدوي لك الكلمه. والله بون، هو اللي متاكد اليوم وقت اللي نتبعوا الاحداث اللي صارت ما بين الشابه ونقولوا الرابطه التونسيه لكره القدم، انه الاحداث مسترسله، انه كان فيها تصعيد واضح، معناتها كان تصعيد من هلال الشابه بالتدوينات اللي صارت في الفيسبوك، والرابطه معناتها كل مره تعاقب الجمعيه، وهلال الشابه قعد مشى في المنهج نتاعو ما وخرش. لكن اللي متاكد بالله خلف ردود افعال سواء من الشابه ومن الجامعه التونسيه لكره القدم، اللي ولات نقولوا احنا بامور ولات امور شخصيه، معناتها ما عادش امور هيكليه رياضيه، انه لدرجه انه اليوم نوصلوا نجموا نعاقبوا جمعيه الشابه. اللي هو متاكد القرارات هذوما ما كانش لينه، صحيح انه بعض ما في فتره ما يمكن هلال الشابه التدوينات اللي الجامعه التونسيه لكره القدم صار تلقيح في القانون ما بين الجمعيات وما بين النوادي، انه اليوم لي ديكلاراسيون اللي يعملوهم الناس المسؤولين، لي ديكلاراسيون معناتها تكون مباشره في التلفزه ولا في وسائل الاعلام، هذيك يتعاقب عليها كل مسؤول. لكن اليوم اسكو في الفيسبوك اليوم تجم تعاقب جمعيه وتحلها على تدوينه في الفيسبوك، هذا موجود ولا مش موجود؟ هذا حسب اعتقادي قانونيا ماهوش، ما فماش قانون واضح في الشيء هذا. لكن انا ناكد اللي هو الراي العام اليوم الكل سي وديع، واللي هو متاكد عند الناس الكل اليوم، التوانسه الكل بدون استثناء، انه يعتقد السيد وديع الجري انسان ديكتاتوري في الكره التونسيه، انه اليوم السيد وديع الجري كل انسان ما يمشيش تحت اللواء نتاعه ولا ينضم تحت نقولوا احنا التعليمات اللي يحب يطبقها هو على الرياضه التونسيه، انه يكون مآله انه اليوم تكون عقوبات صارمه، وهذا اللي صار اليوم للشابه، وهذاك علاش اليوم سي وديع اليوم الجيره كامله، الناس كامله، في تونس كامله، فما تضامن كبير مع الشابه، على خاطر راهو في قرار في نهايه الامر، التونسي راهو ما يحبش الظلم، سي وديع، اليوم كرة قدم صحيح دخلنا في جهويات اللي انا ما نحبش اليوم يتصنف الساحل ولا صفاقس ولا بنقرداء، راهي تونس الكل، والتونس راهي تلم الرياضه الكل، ومش لازم ندخلوا فيها جهويات سوسه والساحل وصفاقس، راهو وقت اللي نحكيو على الظلم موجود حتى في المتلوي، موجود حتى في قفصه، موجود حتى في مدنين، معناتها ولهذا من ناحيه خليوها في الناحيه الرياضيه، ما يلزمش نخرجوا من الناحيه الرياضيه. لكن اللي متاكد اليوم اهل الشابه والناس الكل متاكدين، اليوم فما عركه ما بين وديع الجري وما بين سي توفيق رئيس الشابه، وعركه نقولوا احنا كالنار اللي قاعده تاكل في الحم الجمعيه. اليوم شنو هو ذنب هلال الشابه ولا اهالي الشابه بعد الانجازات الرياضيه اللي صارت سي وديع، وبعد الناس كل نشيدوا احنا اليوم الشابه تنحات مش على الانديسيبلين باعت ماتش، مش على خاطر ما خلصتش اجور اللاعبين نتاعها، مش على خاطر ما كانش عندها الكفاءه الكافيه من الناحيه الرياضيه. اليوم هلال الشابه تعاقبت على خاطر جات ضد الرابطه ومن بعد ضد وديع الجري، انه اليوم سيد وديع الجري واللي هذا الناس الكل اليوم قاعده تحكي فيه، انه السيد وديع الجري يا تجي تحتي، معناتها باللغه العاميه انك اليوم يتطبق تعليماتي، يا تولي انا نعمل النفوذ اللي عندي الكل ونسلط عليك العقوبات اللي مالوريزمون الجمعيات هي اللي عطات الاليات للمكتب الجامعي باش ينجم ينقح القوانين، باش ينجم اليوم المكتب الجامعي يسلط العقوبات اللي يشوفها صالحه بالنسبه للاعبين للجمعيات. وهذا علاش اليوم سي وديع فما مشكل كبير، واللي قلقني في هذا الكل انه اليوم قبل ما يخرج القرار نتاع الرابطه، سي حامد المغربي الناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم يخرج تدوينه يقول عندما ياتيك الله بفرصه اخرى، معناتها هذه معناتها حاجه تقلق. اليوم سي حامد المغربي يلزم الحياد وهو ناطق رسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم، ما عندوش الحق باش يخرج تدوينه كي من هكايا، تجم تمس جمعيات اخرين وتجم تخلق حزازيات اخرين اللي في الحق احنا في غنى عنها اليوم، وماذا بينا احنا في وقت ما وقت اللي حكينا على الجامعه التونسيه لكره القدم عملت برشا حاجات معناتها مزيانه في التضامن مع الجمعيات، كنا شدنا وقلنا، لكن زاد الجامعه انها اليوم يا تخدم كيما نحبانا ولا نعقب عليك نعمل لك النفوذ اللي نحشت به ولا نسلط عليك النفوذ اللي عندي الكل، راهو هذا توانسه ما يقبلوش بصفه عامه. يعطيك الصحه ناصر البدوي. سامحني كلمه تفضل. لا 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 كملتوش. معناها في خضم هذا الكل حبيت نشوف معناها اسكو في بطولات اخرى في عالم معناها كره القدم كما تحكي انت ديما الكره الحقيقيه، هل صار من قبل معناها تجاوزات من هذا النوع او سقط الجمعيات لانها ايفونتويلمون
تاكدت بالتدوينات، هي اون فيت المشكل ما يوقفش على 180 الف دينار، هو فما تعنت. خليني نتكلم، 90% من الكلام غلط. عاد جوست باش نكملوا السيد، تفضل تفضل. وبالتالي اليوم احنا نقولوا كيفاش الرابطه اللي هي ياسور معناها المنفذ للقانون تاع الجامعه الوطنيه لكره القدم، السوبوز دون لو رول نتاعها هي اللي تشرع، وهي اللي تعاقب، وهي اللي تنفذ، وهي اللي تسقط. سؤال محوري وجيه، يعطيك الصحة. ماهوش معقول اليوم يونيلاترال معناها لي ديسيزيون ما فيهم حتى بوسيبيليتي دو ريكور، وهذا اي واحد يتظلم. شاك بيرسون بريزومي انوسون جوسكا بروف دو كونترير. يعطيك الصحة سي صادق على الملاحظة. إذا أسئلة عديدة، اتهامات توجه مباشرة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم، كلمة مذبحة كروية، ظلم واستبداد، استعلاء وتكبر، وإلى غير ذلك من النعوت والأوصاف التي وصف بها قرار المكتب الجامعي. رئيس الجامعة ودي أرجري لك الكلمة. كما ترى شمال عسى عندي ملاحظة سعادة، أنت في الأول قلت المحور الأساسي كان سي طارق بشماوي وكذا كذا، ظهري من الجاي على خاطر طارق بشماوي كمحور، حتى كان باش يقع التقديم. المحور الأساسي انتخابات الكاف، ماهوش هو محور وأنا الفرع معنا. معنى التقديم معنى انه كان المحور هو اساسي طارق بشماوي. المحور هو الترشح لانتخابات الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وبإعاز من الناصر البدوي في الاسبوع الفارق قال لا تستدعيهم الزوز على المباشر، وانا كنت الدعوه للزوز. وانا كنت اتمنى سي طارق يكون موجود خاطر في كلف الاحترام، ونحن نحترم بعضنا ياسر حتى كي نختلفوا، وحق التوانسه علينا باش نكونوا ناس محترمين، وحق حتى عائلتنا علينا معناها باش نكونوا محترمين وتنجوه بعد هذا. وخليني في موضوع الشاب شوف، هو برشا كلام غلط، ولكن الباهي فيه انه تقريبا هذا هو الكلام اللي قاعد يتقال الكل. معناها بتاتر هذا نبض الشارع وهذا نبض الوحده، دونك تواجدي هنا باش نجاوب عليه وهذا واجبنا. انا موجوع كيفكم، وانا متضامن مع الشباب كيفكم، وانا كيما كالاستاذ انا باقي اعضاء المكتب الجامعي نفسيا ومعنويا من اكثر القرارات اللي ما روحناش مرتاحين. وحاولنا طيلة المدة اللي فاتت من مارس لتوا أن نفصلوا ما بين رئيس الجمعية سي توفيق المكشر ما بين الجمعية الهلال الرياضي الشابي، وتقريبا هكولي صار. الرابطة قاعدة تقوم بعقوبات، ولجنة التأديب تقوم بعقوبات، ولكن الهلال الرياضي الشابي واخذ حقه كما يجب أن يكون. كي تعمل حتى البيلون في الأخطاء التحكيمية العام تلقاه بتاتر بالعكس البيلون بوزيتيف، مستفيد شوية مش متضرر. ديمي فينال يعني حقه واخذه، ما عطيناش مزايا، مجهوداتهم هي اللي وصلتهم، ولكن نجحنا باش نفصلوا ما بين هذوما الاشياء الاثنين. قال سي صادق زميلي واخي وصديقي سياسي محنك، يعطيك الصحه، ما نتصورش كان سياسي محنك ياسر، وكان جيت سياسي محنك ياسر اكثر واحد القرار هذا ما يساعدوش هو. وقع تقديمك كسياسي رجل حكومه، فهمت؟ وقع تقديمي، اما لا كاليفيكاسيون نتاع اني سياسي محنك بتاتر بارك الله فيك. احنا استغربنا خاطر احنا كريناك مرشح لرئاس الحكومه. خمن كمل سي شنو واقع ستا؟ ريناك مرشح لرئاس الحكومه، دونك سياسي محنك نورمال. اي باهي بارك الله فيك. بيان سور. دونك اليوم تحت حمام لنف القروان، وكل الناس كل عايتت ونادت انه نحيوا الطياح، وقلنا لا. وكان جيت نبحث على مصلحتي الشخصيه، ما طيحش قروان، ما طيحش حمام لنف، ما طيحش القصري، ما طيحش منزل بورقيبه وريانه والمرس، تو نطلع بطل وطني ويعطيك الصحه. لكن نحن يضبطنا قانون، والقانون هو هو اللي خلانا نقولوا لا، جمعيات هذه ما تنجمش تقعد في الرابطه الاولى وفي الرابطه الثانيه، ولازمها تلعب براج وطاحت، وبكل اسف ثم شكون طاح. دونك هذو زوج قرارات، اذا كان جيت نخمم بالمفهوم الشخصي بالمصلحتي الشخصيه والانطباع العام عليا ما نعملوش. وظهر لي مش من باب اليوم باش نحكيوا عليه بعض، الحمله اللي صارت الاسبوع اللي فات، وتنقول لكم حتى وقتاش انطلقت، خاطر وقع التنبيه عليا كتنبيه اخير يتستجيب يا بعد شويه بعد واحد وبعد ثلاث شويه انطلقت الحمله معنا بالبوطون نزلوا عليها، وتنحكي عليها بعد. عندي حمله شعواء ضدي في حكايه طارق بشماوي وترشح الكاف.
ماهوش من باب اذا كان انا نبحث عن مصلحتي ما خرجوش قرار كما هذا اللي تخلط الحابل والنابل وتبدا حاملتين في بلاصه حمله ولو ان شاء الله ما تكونش حمله واحده باعتبار سي توفيق كلم احد اعضاء الجمعه اللي فاتت وقال له راني قاعد نقعد انا وسي طارق ونسق معاه على كل حال ان شاء الله مبروكين على بعضهم والتنسيق في كره القدم التونسيه مع بعض الاطراف من نجم يكون كان ايجابي. شكون اللي عاقب الرياضي الشابي؟ عاقبوش المكتب الجامعي. من شكون عاقب؟ رئيس الشاب. كيفاش؟ بيان سور رئيس الشاب. انت فرق ما بين واحد مات وما بين انت واحد انتحر. اللي مات انتحر قتل روحه. عارف غادي يموت ومشى. واللي مات موت طبيعي مات موت طبيعي. دونك ماهمش كيف كيف جمله معناها ما ثماش حتى وجه مقارنه. ما فهمتكش يا ناس. عارف شنو نوصل لك؟ انت كي نقول لك بسم الله عليك خويا كي تسرق هالكاس تدخل الحبس تمشي تسرق. شكون اللي دخلك الحبس؟ قرار قضائي ما انت مشيت للحبس. بسم الله على خويا معناها. وتا نوصلوا بال 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 بشويه بشويه. قلت احد الاخويين ظهر لي انت قلت قرار غريب جدا. الانطباع ينجم يكون هكاك. هل هذا القرار قانوني وضروري والا لا؟ ثم بعض القرارات اللي هي قانونيه ولكن ماهيش ضروريه. اللي قايل يقول تنجم تتغاضى عليه. ابا هذا قرار قانوني وضروري وعدم اتخاذه له تداعيات كبيره وكبيره جدا وبعد مش فسرها. المذبحه الكرويه قالها سي صادق، سي صادق توا في مستوى مرموق وعالي. هذوما يا جماعه ما نحبش تصير له عدوى نتاع المصطلحات اللي توجع ياس اللي فضفاضه، شوف ما نحبش نقول شعبوي خاطر نعرفك شعبوي. احنا على الاقل انطباع انطباع الشارع دي سيونتيفيك معناها نتليز دي مو اللي لازمهم يكونوا. وقال سي صادق زادو سي روح القانون. احنا الى حد فيفري كما قال سي صادق اربع سنوات تصعد الشاب على خمسه. دونك ما ثماش ممكن القراءه ما عندهاش مشاكل مع الهيكل الرياضي. معناها ولا عمرك ما سمعتوا بالشاب تشكات وحتى الماتش نتاع 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 السوبر كوب ولا السوبر فينال تاع الرابطة اثنين تعدت مرور الكرام وحقهم جاو ما جاوش فرهي سي تو معناها ما عملناش منها مشكل وديجا قعدنا نتواصلوا معناها. ياك تعاقبت ب 20,000 دينار. قانون عاد هكا قانون عاد تعمل فرفيه ما تتعاقبش هكا قانون. وما موقفناش غادي عليه الشيء هذا. إلى حد فيفري أنا سي توفيق عرفته سنتين باش نقول لك لا راهو مش باش نتنقص منه حتى شيء. إلى حد فيفري سي بالبابك دي ميساج ونحييه على الشيء هذا. وديع الجريمة الناس اللي كان يقول سي توفيق ما كانش لازم يكون رئيس حكومة باللي ميساج هو. يقول سي وديع انت راك تنجم تكون رئيس حكومه ويا ريت تكون رئيس حكومه فيو كذا كذا. وسي توفيق حتى وقت اللي حد ينقدني ويجرحني من الناس اللي كان يتضامن معي ويبعث لي دي ميساج دي سوتيان. وانا بيدي نبادلوا نفس المشاعر نتاع الاحترام والموده ونقول له هو يضغط تقريبا اكثر من 2 مليار حسب ما قال لي هو في الواحد. نقول له يا ريت رؤساء الجمعيات قادرين في هالجمعيات اللي في وسط الترتيب انهم يهنيونا ماديا على جمعياتهم ونحب نشكره مره اخرى في البلاتو لانه سي توفيق المكشر ما عدا اللي باش نحكي عليه حتى لا ستركتور دو كلوب مش كان فلوس بركه كانت هيكله هيكله تامه وجاب ناس دي تكنيسيان باهيين اللي عرفوا اللي عرفوا ياثروا جمعيه فنيين واداريين. ما كانش برشا ناس عملتها برشا فلوس ولكن ما تعمل حتى شيء بالجمعيه ما نقري عندها فلوس. إيه هذا يكون جزاء انه جبدوا له جمعيته؟ جزاء وجزاء من جنى على نفسه. ما نحبش نكمل الباقي خلينا نكمل الطرح. دونك هذا اجمالا ايش صار؟ في مقابلة النادي الافريقي والشابة انطلقت غادي. وسامحني سي عادل خاطر الموضوع تقريبا حساس دونك خليني وقت كما خليت الخير. راح نحبوا نفهموا شو اللي صاير لانه غالية انطلقت 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 الشرارة الأولى الشرارة الأولى والاحتجاج على ضربة جزاء بقطع نظر موجودة ولا مش موجودة. يا سي توفيق قلنا له راهو علاقة جمعية بجامعه ولا برابطه خمس سنين ولا اربع سنين ما عندنا ما تحكمش عليها في بلانتي سينو كل جمعه ولا كل جمعتين يعاركنا حد ويسبنا حد بالشكل هذا راهو مش معقول. كونترول كلوب افريكان ما نعرفش علاش بالذات هو اغتاظ ما نعرفش هذا ما نحبش ندخل في في فيه. هو يعرف علاش ضد كلوب افريكان بالذات حب يربح ولا ما حبش البلانتي تصير وربما حتى ما نحبش ندخل. وانطلقت التدوينات راهو التدوينات بشكل عام تنجم تعطي انطباع تنقد اما كي تنسى معناها الناس تقولها يا شيطان يا شياطين يا كراكوز يا 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 مرضى
يا صناع يا شاذين يا جوسيبا كوا راهو ثم كلام 30,000 دينار استناني عاود انا مش باش نقص لك في حاله العود 30 لا خاطر هو يا سيدي صادق سامحني خويا خليني نكمل وعقب عليه فضل. انا مش باش نقص 15 ولا 30 ومش هذا موضوعنا تو موضوعنا هو القرار الاخر هذوما بالنسبه للرابطه يستوجبوا عقوبات معينه وكان فيكم واحد يتقال عليه الكلام هذا اضعف ايمانيش كبير ومستحيل تقول لي عكس ذلك كان تصغروا في العمر شوي كنت تصرفوا تصرف اخر فيه حتى حاجات اخرى ما عادش تليق بينا لا بمستوانا لا بعمارنا معناها ايش عملت؟ ثم سي صابر بعطي وقتها نائب رئيس كان معي رئيس لجنه الاستئناف وكان وزير وسي واصف وسي امين قالوا لي راه سي توفيق يحب يقابلك وربما حتى هم قالوا له سي ودي يحب يقابلك بتاتر حبوا يعملوا حاجه باهي كل واحد يقولوا له ما أنا مش معناها راهو هو زعالي ما نحبش نقول الكلام هذا تقابل في مستوى اخر تقابلنا في الجامعه تقريبا 3 ساعات قلت له يا سي توفيق هذوما راه ما عندهم نصلوك مش تقعد انت تسب والرابطه تعاقب انت تسب والرابطه تعاقب راهو وشو الحل في الاخر عندك مؤاخذه على حاجه ابعث مراسل انت قبل الماتش هيك بماتش واثنين استفدت باخطاء ومن افريقيا وجا جاي تقريبا ما ثماش حاجه قلقتك علاش هالاصرار باش تسب الناس عليه وخرجنا باتفاق انتر هو عمل طلب اذن على عريضه لتدقيق في حسابات الجامعه وهو جاهد في الفي تي ار جاب حذايا نهارين قبل اخر اجل باش نحن نطلبوا الرجوع حتى اني توا ابريكو شكيت اني جايه باش بالعاني باش يفوت لنا اونيت مو الجايه والجو الباهي باش نفوتوا احنا الاجل وما نعملوش في الرجوع ولا وحده قلت يا سي توفيق انت لا تقارير الماليه هذه انا ما عيطلكش عليها وما عيطلكش على ما عيطلكش على الوحده واصلا انت جايتك انا ما عيط لحد تبقى مدامك انت جبت خليني نجاوبك احنا راهو تدقيق الحسابات هياكل الدوله الكل تفقدت بلي تتصورها انت والفيفا والكاف ونسيد سويت لقات لنا قات حاجه عند موظف والحمد لله ربحناها قضايين وتا كان تحب بعد نجيوها دونك انت تقارير الماليه هذه راك حضرت فيها 3 وصادقت عليها انت بشخصك هذه خويا تقارير الماليه نبعثوها لك قبل الاسامبلي جينيرال في الاسامبلي جينيرال تناقشوا فيها وعندكم حق تصادق ولا ما تصادقش نبعثوها لك تقعد عندكم بعد شهر عندك حق المؤاخذه ولا لا كونتيستاسيون هذا كل ما عملتوش بعد عام ونص ظهر لك التقارير هذه خايبه وفيها شكوك على خاطر بيلانتي ضد كلوب ما نجموش نتعاملوا هيك هاو علاش عملنا الرجوع في الاذن انت عندك حق تاخذ الاذن احنا عندنا حق ناخذ الرجوع في الاذن اذا كان اخذيناه في المحكمه اخذيناه ما اخذيناش ما اخذيناش قلت له اليوم 330 جمعيه كل واحد نجيه بيلانتي واحد يقول لي عندنا 330 وديت والمحكمه دعمت 3 خبراء مع كل احتراماتي للخبراء معناها هذه هياكل الدوله ولكن شيء ما يمنع معناها السلطه القضائيه باش تعمل رقابه كما ترى ويولي عندنا فوضى في الفيدراسيون دونك نحن الدوله رقبتنا الفيفا رقبتنا الكاف رقبتنا سي جي اف اخر مره جت بحثين قعدت عام تقريبا مازال كي خرجت الرابور جانا عامله من 2012 2017 ولا 18 بالورقه بالستيل وبالوحده وراه اونتر بارونتيز بربي الراي العام السي جي اف وقت تجي تعطيك ملاحظات تعطيك دي ريكومونداسيون توصيات وتنجم تعطيك 200 صفحه هيك وما هيش مؤاخذ شنو نمشي للقضاء هي المؤاخذه الجزائيه اذا كان ثم ديتورنمون ولا ثم مشكل معين تعمل لك مؤاخذه وتمشي للقضاء وتو جاوبك بعد كان تحبش ما ندخلش في موضوع الشاب قلت له بالتالي نحن ما نحبوش الفوضى هذه وقال باهي الله يبارك واعتبروني قطعته الاذن على عريضه وما ثم شيء وخويا قلنا له احنا مش شانتاج كيف احنا صبينا الاذن على الرجوع فيه تغش قال لا انتم ما تصبوش ما ترجعوش في الوحدة خلوه الورقة عندي وبثقة يا ودي انا ما عندناش مبدا ثقة مش ثقة انت مارست حقك القانوني ونحن مارسنا حقنا القانوني دونك انت شنو مرفزك انت قلت باش يقطعها شنو المشكل كي نربحوا احنا قضايين سي لو ميم ابوتيسمون وانطلقت من جديد شرارة سبان جديد يعني مجرد احنا ربحنا القضية انطلقت شرارة سبان جديد المرة الثانية عيطت انا ما ثماش كون حبي انا رسميا بعثت مراسله رسميه لسي توفيق وبعثت مراسله رسميه لسي صابر بوعطي قلت له يا سي راهو اعتبرني اليوم انا الجامعه ديما نقولها والله مؤمن بها بو صعيب وام حنينه ونحن مانيش باش نقول بوك انت مي بو الجمعيات الكل وام الجمعيات الكل هذه تعمل فيها راهو دار جمعيتك
قد ما تقوي في السبان قد ما الناس باش تخطيك بتولي الحالة تعود. ما تخلصش اليوم تجي تخلص في الصيف تجي تخلص قبل الانخراط. علاش تهز في جمعيتك غادي؟ أعطيني أنت رياضيا فاش ضلمتك هياكل الجامعة ولا حاجة. نمشي رئيس الجامعة المهدية تسب، نعملوا توزيعات نتاع مواد غذائية في الكوفيد تسب، نعطوا جال تسب، حاجات حتى ما عندهاش علاقة بالشابة. تربح الشابة ديمي فينال كارد فينال تمشي ديمي فينال تفرح ولا تسب رئيس الجامعة؟ تهين السيد رئيس الجامعة هكا قد ما عملت لنا ما قدرت لنا على شيء. تو ذاك ليه؟ تو رئيس الجامعة كان حاب يعمل لك توصل في ديمي فينال، كان جاري الجامعة مش نظيف، تو حتى توصل رئيس ديمي فينال تبدا تسبني؟ هذا معقول؟ حتى في فرح في الفرح نتاعهم يسبونا. قلت له يا سي توفي ما حبش ما حبش الغالب وقتها دزة ثم هياكل قانونية تمارس صلاحياتها كما في القضاء. موضوع آخر مش داخل في 180 دوك تأكيد على أن خلافات شخصية. لا 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 با دي تو، لا ما تحكيش ما تعملش انتربريتاسيون. يا ودي قانون واحد يسبك ما ثماش خلافات شخصية، خلينا نواصل عاد. خلافات الشخصية ما حلين ما سيناش احنا الجمعية، الجمعية قطعت في حقها، مش هذا خلافات شخصية. جاء قلنا له راهو كي ماشيين للقضاء العدلي بموجب القانون الدولي والقانون الوطني في النزاعات الرياضية راهو ممنوع، وراهو الفصل 52 راهو موجود، راه كان تمشي تتعاقب مؤنسيس وعامل ليك وعامل كاتب عام وعامل للسيد اللي باش يصب و40 ألف دينار. يا خويا شازك عليه؟ هذا قانون لا نمشي. معناها حالة من التمرد المطلقة. جينا في هذا انتهاو تو. جينا في الصيف الشامبيونا تبدا لا سيزون توفى 30 سبتمبر. لو 24 جوي بعثنا سيركولا سي سمير ظهري تشوف كان تحب نبعثهم لكم بعد نمرو هذا الاول. شنو هي الشروط؟ وقلنا في الاخر راهي العقوبه تمشي حتى تكشي ليكسكليزيون دي كومبيتيسيون دو لا سيزون 2020-2021 الارتيكل كذا كذا. دونك قلنا للناس كل هذا مش شابه راهو يا جماعه ترد بالكم كما تصبوش راكم كما مش بتلعب. 18 سبتمبر عاودنا واحد اخر قلنا يا جمعيات ان الجامعه لا تتحمل مسؤوليه تبعات او اخلال او تقصير في هذا الخصوص بالنسبه للانخراط. جينا 24 سبتمبر اكيد وعج هاي خويا نقرا هناك. نذكر سيادتكم ان اخر اجل لايداع ملفات الانخراط بالجامعه التونسيه لكره القدم للموسم الرياضي 2021 مستوفات لكل الشروط قد حدد يوم 3 كذا، وانا اؤكد على ضروره 30 سبتمبر معناها باش نقولش كذا كذا شنو 30 سبتمبر 2020 وانا اؤكد على ضروره ان تكون الملفات مستوفات لكل الشروط والوثائق المطلوبه والمنصوص عليها بقوانين ومناشير ومراسلات ومذكرات الجامعه ومختلف المراجع ذات الصله بهذا الموضوع، وان مخالفه هذه الاجراءات يؤدي اليا الى عدم قبول الانخراط لموسم 2021، وانه في صوره المخالفه لعدم ايداع ملف في الاجال أو في صورة عدم استجابته لكل الشروط في الأجال فلن يسمح للنادي بالانخراط بالجامعة ولا بالمشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم ومختلف هياكلها 2020-2021 لحتى وإحنا 24 سبتمبر وهذوم وكل الناس للناس كل مش للشاب. يا أخوي 13 جمعية استجابت الشاب لا نسبك وتخطيني ما نخلص وأعمل يظهر يا ودي ما تمشيش القضاء باش ما تتعاقبش عامين تولي بعتالي كانك ضحيه. نمشي تعاقبني نعمل جوه نواصل نتمر. قلنا تو نحن كنلوجوا على باش ندقزوا على الاوكازيون ثم حاجتي يا خويا نحن ما نعملش نضاف ونطلعوا ونهبطوا اماسنا نطيحوها ولا نحلوها دو ماتش يطيحوها الشاب ونخلوها توصل ديمي فينا نعتبر روحنا ما نعملش نضاف يا خويا كما يقع ولا وديع جاري يهبط ويطلع كل عام بعد ما هبطناها والسلام عليكم لا قدر الله كنا مش شهيد ما هو اسهل ياسر. قلنا البريمي اكتوبر كان جاء لوجو على الشابه مش بريمي اكتوبر نقول له صعيد تصبح على خير ما قلناش خويا تصبح على خير لو سانك اكتوبر بعثنا للشابه برك اجي سوي وضعيتك لا الديون هذاك برا جدولها وهنا تنشوف تنجاوبك على الجدول. الجدول عمرنا ما نجدلوا دين اللي نجدلوه هو النزاعات مع الفيفا ولا وقت اللي نعرفوا انه الجمعيه ترجمت رجع لنا فلوس ما نجموش نجدولوا دين وعمرنا كان جدولنا دين، دين نتاع عقوبات تأديبية جدي بيها. ديجا الملاعب كي يبدا تخطى بخمسة ملايين وما يخلصش الجمعية تخسر. ظهري كنت مسؤول وتعرف. اثنين لا نوصل سامحني. لا نستسمحك أكيد سنعود للحديث عن ملف هلال الشابة لكن بعد نتوقف لحظات مع هذا الفاصل. ولا عارف.